احنا معانا دلوقتي على الهاتف سياده السفير المحترم الاستاذ هاني صلاح. سياده السفير مساء الخير. اولا بشكر حضرتك يا استاذ احمد، وحضرتك يعني ايضا من اكثر الناس التي اقدرها في الحقل الاعلامي. ده شرف لينا، شرف لينا، شرف لينا سياده السفير. ما تنقل الصوره الموضوعيه واستمرار حضرتك، يعني يمكن انا كنت لسه بقول يعني هذا الامر، ان استمرار حضرتك كمتحدث رسمي باسم مجلس الوزراء مكسب كبير جدا لمجلس الوزراء، لان حضرتك بامانه شديده يعني نحن لا نزايد انسان محترم وبالفعل ونعم الممثل لهذا المجلس. يعني ربنا يخليك يا استاذ احمد، وما استاهلش كل هذا التقدير، وخصوصا من حضرتك، فبشكر حضرتك جزيلا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك ان شاء الله يا فندم. كان في النهارده قرارين مهمين جدا للسيد معالي رئيس مجلس الوزراء. القرار الاول كان خاص بالحمايه او الحراسه اللي موجوده معاه، ان هو بيلغيها تماما وخلى مجرد سياره واحده بس هي اللي تبقى موجوده معاه، يعني ما فيش موكب لرئيس الوزراء، ويمكن ده لقى استحسان كبير جدا من قبل الشارع المصري حتى. يعني بالضبط يا فندم، بالضبط، هو لا يؤمن بكل هذه البهرجه او الحراسات، وهو يريد ان يبدا بنفسه ليعطي رساله ليس فقط للداخل ولكن ايضا للخارج، ان مصر دوله امنه. ده هيساهم في حاجتين اساسيين: جذب استثمارات اجنبيه مباشره، وايضا عوده حركه السياحه الوافده الى مصر الى معدلاتها الطبيعيه، وايضا تخفيف الضغط على كل هؤلاء الذين يعملون بجانبه. يعني هو بيبدا بنفسه قبل ما بيطلب من الاخرين. يعني ممكن نشوف تطبيق مثل هذا القرار على باقي الحكومه، يعني بعد كده مش هنشوف وزراء بيمشوا بمواكب في الشوارع. اتصور ان هذا هو توجه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء المكلف استاذ احمد. ده توجه، وزي ما يمكن حضرتك طلعت تصريحاته مؤخرا انه بيطلب من الساده الوزراء العمل 15 ساعه يوميا، هو بيبدا بنفسه، وهو حاليا يوم الاجازه موجود في مكتبه منذ الصباح الباكر، وانا موجود وكل طاقم مجلس الوزراء متواجد في المكتب. نعم. والعمل بكل الطاقه، هو يعني يمارس او يطبق مفهوم الاداره بالنموذج، يعني هو بيبدا بنفسه كنموذج بحيث لما يطلب من الاخرين تنفيذ ذلك يكونوا على اتم استعداد واستجابه لهذا الامر. نعم. طب احنا يعني يمكن لقب المهندس ابراهيم محلب بانه رجل الشارع، وبانه دائما كان وزيرا يلمس ارض الواقع بسبب جولاته اللي كان بيتخذها في الشارع المصري. هل ممكن نشوف رئيس وزراء مصر في جولات في الشارع المصري في الفتره اللي جايه؟ لا، اكيد اكيد، واؤكد لحضرتك هذا يا استاذ احمد، وهو بالفعل عكف منذ بضعه ايام منذ تشرفه ب تشكيل الحكومة الجديدة وتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، على إعداد خطط لجولات ميدانية في مختلف أنحاء مصر، يلمس بنفسه ما يريد المواطن وينفذه في أسرع وقت على أرض الواقع، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ قرارات يعني وهو موجود في الموقع نفسه. هو دي يعني انت حضرتك تعلم هو مهندس المهندسين. صحيح. المهندسون بشكل عام هم ناس عمليون يعشقون لغة الأرقام والحقائق، وأيضا يعلمون أن الإنجاز وتحقيق المطلوب في وقت محدد، مهام أمام الوقت. لو عملنا رسم بياني، هو دائما في تصوره أو في عقله مهام وأمامها وقت. صحيح. كل ما المهام تخلص في الوقت المحدد هذا هو النجاح في حد ذاته. يعني هو لا يعتبر أن السرعة في حد ذاتها هي الإنجاز، ولكن تحقيق المهمة بكل كفاءة ومهارة هو الإنجاز الحقيقي. لو رجعت حضرتك للمؤتمر الصحفي اللي كان اتكلم فيه سيادته يوم الثلاث في مقر رئاسة الجمهورية، هتلاقيه ذكر كلمة العمل 6 مرات. الحقيقة حرصت على إن أنا أعد كم مرة قال كلمة العمل. قالها 6 مرات. قال كلمة العمل 6 مرات. وأيضا لما المؤتمر استغرق بعض الوقت، قال للناس في ختام أو للسادة الصحفيين في الختام: لو سمحتوا سيبوني اشتغل بقى. فده على طول يعكس فكر ورؤية المرحلة المقبلة، والتي اعتقد هي كانت محدده الاساسي. صحيح. في اختيار السادة الوزراء الذين سيتولون المسؤولية. ويمكن سيادة السفير برضو كان في ناس كتيرة يعني قبل الهوى
كانوا بيتكلموا معانا بيقولوا لما رئيس الوزراء يمنع او يقول لا مجلس الوزراء مش هيشرب ميه معدنيه انما هيشرب ميه من الحنفيه اللي هي الميه العاديه اللي معظم المصريين بيشربوها، ده مؤشر لايه؟ يعني في ناس كتيره كانت بتسال هل ده معناها ان هم يعني الحكومه عايزه تحس بينا ولا ده ثقه في المنتج اللي بيجي للمواطن المصري؟ هما الامرين يا فندم، الامرين الحقيقه يعني الحقيقه ثلاث امور. الامر الاول زي ما قلت لحضرتك هو بيبدا بنفسه قبل ما يطالب الاخرين، لان حتى لو نظرت الى البيان حضرتك هو بيقول المياه المقدمه له شخصيا لا تكون معدنيه، هو بيبدا بنفسه حتى يستطيع اقناع الاخرين بتنفيذ ما يطلبه. اثنين، وزي ما حضرتك قلت بيقترب من المواطن البسيط محدود الدخل، لان عام 2014 تريد هذه الحكومه او اي حكومه الحقيقه تاتي ان يكون عاما للعداله الاجتماعيه. نعم. لا يستقيم الامر عندما تكون مسؤولا ولا تشعر بما يشعر به رجل. صحيح. الحاجة النقطة الثالثة أيضا حضرتك شعار المواطن بالثقة وبث روح الطمأنينة فيه بأن المياه العادية هي آمنة وتم تحليلها، وهو حتى شخصيا السيد رئيس الوزراء المكلف بيشرب منها حتى يعني وبدون فلتر، يعني هي دي برضه نقطة مهمة. حقيقي. يعني إن مجلس الوزراء ما فيهوش فلترات. طيب يمكن يا فندم الموضوع الاخطر اللي النهارده الحكومه بتواجهه، يعني خلينا نقول الملفات اللي ممكن احنا عايزين نعرف الحكومه بتنظر اليها ازاي. النهارده في تهديد قوي على الحدود المصريه مع فلسطين، حماس بتستفز مصر جدا بوجود عدد كبير جدا منهم على الحدود المصريه، وذلك للضغط على الحكومه المصريه لفتح معبر رفح بشكل كامل. يعني كيف ترى هذا يا فندم، او الحكومه كيف رات هذا التحدي الصعب الان؟ هو زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ احمد، طبعا ملف الامن هو يشغل حيزا وجزءا كبيرا من فكر السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء المكلف وكل مجلس وزراء المكلف. الحقيقه الملف الامني وياتي على راس اولويات السيد المهندس ابراهيم مهلب. وايضا لو عدنا مره اخرى الى المؤتمر الصحفي بعد مضي ثواني معدوده، كان اول جمله او اول ما اشار اليه سيادته كان اهميه تعزيز الامن ودحر الارهاب. هذا ينطبق يعني هذا ينطبق ايضا على تامين حدود مصر سواء الشرقيه او الغربيه او الجنوبيه، لان دي مساله أمن قومي. مصر دولة كبيرة ويعني هي تريد من الآخرين أن يعلموا وهم يقومون بتحركاتهم أنهم يتعاملون مع دولة كبيرة ولها سياستها ولها رؤاها، ومصر ستظل دائما دولة كبيرة لا تلتفت سواء للإساءات أو للأفعال الصغيرة، ولكن في نفس الوقت تكون شديدة الحزم والحسم مع من يسمح لنفسه بالتعدي او بخرق اي او بعمل اي تجاوزات تتعلق بالامن القومي المصري. نعم، انا بشكرك جدا سياده السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على هذه المداخله وعلى شرح عدد كبير جدا من الامور.